بدي احييكم مشاهدينا دائما مع الحل عنا عبر الام تي في والمواطن اللبناني، يعني ما بعرف شو بعد ناطره. قد ما بدكم ضرائب بالمقابل ما في ابدا خدمات. واذا بدي اقعد افصل الموضوع يعني ما بنخلص من اليوم، ما بعرف لاي متى كل اللبنانيين صاروا عارفين من عليهم يدفعوا ولكن ما عليهم يحصلوا على الخدمه 100%. موضوعنا اليوم هو بيتعلق بمطمر الناعمه، مطمر النعمة عين درافيل يلي من بعد إغفاله صدر قانون 280 لأعطى للبلديات المجاورة الاستفادة من الغاز الميتان اللي بيصدر طبعا عن هالمطمر هيدا، بيتحول أكيد لكهرباء وبتستفيد منه 6 قرى بالمنطقة، يعني هي المجاورة لعين درافيل عبي. ولكن للأسف الشديد من بعد سنة ونص ما انتهى العقد توقفت محركات المولدات يلي بدها تحول الميتان، وصارت المنطقة وهالست هالكرة بدون كهرباء. في لجنة اليوم عم بتتابع الموضوع، ولكن بيسرني كتير اني استضيف رئيس بلدية عبي عين درافيل الاستاذ غسان حمزة. اهلا وسهلا فيك، حتى تخبرنا شو صار يعني من سنة ونص لليوم تغيرت كل الامور، يمكن انتم بلا كهرباء. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. ونحن بالوقت اللي حضرتك عم تحكي المشاهدين ريس حنحط الروبورتاج اللي الام تي في كانت ضوت عليه من فترة كمان. صح، تفضل ريس. الموضوع بالنسبة لنا مش بس موضوع الكهرباء. نعم، كهرباء بكل لبنان فيش كهرباء. صحيح، بس انتو كنتوا حسدناكم. موضوع غاز الميتان هو الأخطر. نعم، غاز الميتان نحن نتيجة الضغوطات، لأنه هو من المفروض كان من بعد بدء التمر من بعد 5 سنين أو 6 سنين بالكثير كان المفروض تركب من مولدات الكهرباء على غاز الميتان. نعم، بينما هن كانوا عم يولعوه بالهواء وعم يحرقوه وعم نتنشأوا نحن. هلا من بعد الكفاح اللي عملناه لحتى سكر المطمر، من بعد منا كمان عدنا عملنا معارك لحتى ركبوا لنا، يعني بعد 15 سنة لحتى استفادوا من الغاز. ضلينا 10 سنين نتنشأوا. وسبب طبعا يعني قليل الضياع اللي ما فيها أعداد هائلة صار من أمراض السرطانية وكذا والآخرة. إجوا حطوا هالمولدات الكهرباء وبلشنا شوي قلنا نضوي اول شيء، وثاني شيء ارتحنا من الغاز، غاز السموم الميتان. يعني اكيد عم تتنشى اهم من الكهرباء. اكيد هلا من سنه ونص خلص العقد اللي كانوا عم يشغلوا المولدات، عقد الصيانه والتشغيل. نعم، اجوا وقفوا، ما عاد في لا صيانه ولا تشغيل، وقطعوا الكهرباء. تقدمت مناقصات، عملوا مناقصه وتقدمت عروض وناس ربحوا المناقصة لأسباب سياسية أو لأسباب ما بعرف شو، ما أعطوهم، رجعوا قدموا مرة تانية كمان نفس القصة، نفس الشخص اللي أول مرة أخذ المناقصة أخذها تاني مرة كمان ما أعطوه، والأسباب ما بدنا نفوت فيها لأنه ما نشغل. بعدنا لهلا لا في مناقصة ولا في تلزيم ولا شيء، وقفت العملية عند هذا الحد. نعم، هلا رجعوا، رجعنا نتنشى غاز من الميتان. ومش بس هيك، لأنه مشكلتنا هي وحدة بس ذو شقين. الشق الأول اللي هو الأهم، نعم، إنه من فترة شهر ونص تقريبا لما بدأنا التحرك نحن من جديد، اللي صار إنه كان في سكلين هي اللي تنفس الغاز وتشعل الغاز وتشيل الليتشي اللي هو نعم، عصارة النفايات. نعم، اللي هي سموم على الحل، يعني بيقولوا نعم انه 5 جرام بتموت طور بقر. نعم، من الليتشي هيدا اللي بيطلع نعم من العصارة. نعم، اللي هن عم ياخذوه وكبوه بالبحر يعني بالغدير اساسا. هلا 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 ومن كل عمره. من كل عمره. المهم انه وقفوا يشيلوا الليتشي ووقفوا يفتحوا الغاز وشعلوا الغاز وكذا، يعني خطر الانفجار كان وارد بأي لحظة، وهذا انفجار مخيف. نعم، حصل بالمنطقة. نعم، يعني بيأثر يعني يمكن 100 150 ألف شخص
كلهم بيتأثروا بهذا الانفجار إذا حصل. نعم. فقامت قيبت لك يا عمي كيف؟ قال إيه ما هودي نحن كنا عم نعمل as a favor خدمة. خدمة. مع مجلس الإنماء والأعمار اللي هو طبعا مسؤول عن صيانة المطمر مش الكهرباء. نعم. عم نحكي في شقين بس نعم. هي المشكلة وحدة. نعم. يعني لما نشغلوا مولدات الكهرباء تنحل مشكلة الغاز. صحيح. فهي مشان هيك هن مشكلتين بمشكلة واحدة بس المشكلة الأساسية نعم. هي غاز الميتان اللي نحن أولادنا عم نتنشأه واللي كل المنطقة عندنا حتى الشجر عم يبس وما عاد يثمر. نحن من حوالي الشهر تقريبا عملنا روبورتاج بالأخبار رح نحضر سوا حتى نرجع يعني الرأي العام يرجع يشوف شو هي المشكلة ونشوف من بعد هالشي شو صار. من أن مطمر النعمة مهدد بالانفجار بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة توقف عمال شركة سيتي بلو عن العمل في مطمر النعمة. كان للعمال مهمتان التخلص من عصارة النفايات وتنفيس المطمر عبر حرق الغازات المنبعثة منه، وهذا ما لم يحصل منذ قرابة الأسبوع ما دفع إلى التحذير من انفجار المطمر. ما بنعرف لأنه ما عندنا معطيات، ما عنا أرقام، ما بنعرف قدي بيطلع غاز، قدي عم بنفسه غاز، قدي هيدا المطمر بيطلع غاز، بدنا نعرف الأرقام لحتى نقدر نجزم إذا هيدا بشكل انفجار. وزارة البيئة أكدت للإم تي في أنها تتواصل مع مجلس الإنماء والإعمار للبحث عن حل. رئيس مئاتي يعني عم أوعز لي الإنماء والإعمار يتصرف بأسرع وقت ليقدر يصير في اتفاق مع متعهد أو شركة لتبقي الصيانة. من وراء الانهيار المالي كثير من الشركات المتعهدة ما عم تقبل تتقدم على هذا المشروع لصيانته، فأنت بمرحلة جدا صعبة لتقدر تقنع متعهد يروح، كمان العمال بتعطيهم حقهم. إن شاء الله من جابته رئيس الحكومة، إن شاء الله من جابته أي معنى بيدفع العمال بيروحوا بنفس الغاز قبل ما نشوف اي شركه بدها تتعهد واي شركه بدها تتحمل هذا الموضوع. دورنا هو عم نتدخل بهذا الملف لانه خايفين على صحه الناس وعلى البيئه المحيطه. هلا اذا انا بروح على المطمر بلاقي عمال؟ هلا بدي انا عم تابع مع الإنماء والإعمار، هذا تحت وصايه واداره الإنماء والإعمار، باتصال دائم معهم صار لي من يعني ساعتين لنقدر نعجل قدر الامكان لنوصل لهيدي اللحظه اللي عم تفضل فيها ما يكون في اي كارثه. يعني بعد إدراك الوزير أن الكارثة قد تقع إلى حين الوصول إلى حل للأجور والمتعهدين، عاد وزار الموقع لاحقاً لتحديد الخطر وطمأن إلى أن أعمال تنفيس أبار الغاز متواصلة. حتى الساعة فإن الخوف من الانفجار قد تبدد نوعاً ما، ولكن الخطر الصحي التراكمي لا يزال قائماً. وجود المطمر بحد ذاته مثل ما هو هو خطر على السلامة العامة. ليش؟ لأنه عطول في ميتين عم بيطلع بقلب عم بيطلع بالجو، وهيدا الميتين عم بيتنشأوا العالم. وأنا اليوم كلفوني البلديات اللي موجودة حول المطمر للقول للوزير ولكل الناس المختصين إنه العالم بالمنطقة هنيك ما بقى بدهم يتنشأوا ميتين، حقهم إنه يعيشوا ببيئة نظيفة، وما لازم بقى نسكت عن هالغاز اللي عم بيطلع كل يوم لحتى يتنشأوا العالم. ما فينا نقول انه نفسناه اليوم، نفسناه يعني طلعناهم بالهواء، يعني الناس بعدهم عم بيتنشأوا هيدا الميتين. لم يعد الامن في لبنان مرتبطا بهذه القضية او باخرى، بل يوميا بات الشعب على قيد الخطر بعدما كان يوما على قيد الحياة. يعني لماذا حذر من أن مطمر النعمة مهدد هاي المشكلة؟ هلا مشكلتنا نحن أنه هذا كل اللي صار هيدا، بالإضافة أنه نحن قلنا قبل بتعرفي لأنه صار في إقفال لمحطة عرمون وقت تعدوا عليها، وكان في تهديد من اللجنة اللي عم تتابع هيدا الموضوع أنه إذا ما في حلول هنرجع نسكرها ونسكر غيرها كمان، لأنه بالنتيجة عندنا مشكلة ما بده يعالجوها. نعم. فقلنا قبل ما نلجأ للتحرك على الأرض خلينا نلجأ لنواب المنطقة. نعم. لأنه بالنتيجة هيدول النواب نحن انتخبناهم. نعم. الأستاذ أكرم شيب من فترة أعلن شيء بعتقد بالموضوع. كلهم أعلنوا. أستاذ أكرم اهتم بالموضوع، حكي مع الرئيس دكتور الرئيس مئاتي وحكي مع المسؤولين. والاستاذ جورج عدوان كمان اهتم كثير
وعم بيطالب بالموضوع من يومين، عمل مؤتمر صحفي وذكر هذا الموضوع، والأمير طلال أرسلان، ويعني كل نواب المنطقة قلنا خلينا نرفع العتب عن حالنا. نعم. في حال لجأنا للتحرك على الأرض. نعم. لحتى هن يتصرفوا. بالنتيجة هيدول نواب المنطقة مش هيك، ونحن انتخبناهم لحتى يدافعوا عنا ولحتى يحصلونا حقنا، لأنه بكل أسف في هالبلد ما في مواطن عم ياخد حقه. وهلأ كمان يعني عم يرجعوا بيقولوا لنا تعالوا انتخبونا مرة تانية، يعني هلأ بكل يعني صراحة عم بيقولوا تعالوا انتخبونا، ما خلصت المدة، تعالوا انتخبونا مرة تانية. طب شو عملتوا لنا؟ بالنتيجة واجباتهم أنهم يخدمونا أكيد، ويرفعوا هالخطر اللي هو بيشمل 150 ألف شخص عايشين بهاي المنطقة. يعني هلأ هال 150 ألف شخص ما عندهم كهرباء بالوقت زيته، بعضهم عم يتنشأوا الميتان 100%. يعني أنتم بخطر. نحن بخطر، وصارنا شهر ونص بنرقد ولهلأ بعد ما لزموا حدا من شخصية لشخصية، وكلهم وعود تعودنا طبعا على وعودهم لأنه هن ما بيعطوش غير وعود. وأكثر من هيك أنه كمان بهذا القانون 280 اللي بيقول أنه لازم تعفى هذه البلديات من الديونة، لازم أنتوا لهلأ ما انعفيتوا من شيء ولا يعني شيء. ماشي يعني نحن لما سكر المطمر. نعم. بعتنا لمجلس الإنماء والأعمار ولوزارة الداخلية ولسكلين. نعم. أنه نحن بلدية عباية عند رفيل، عم بحكي عن بلديتي، من الآن وصاعدا ما بقى بده حد يجي ياخذ له سبلتها، نحن رح نعمل مصنع نفايات، وعملنا مصنع للنفايات وعم نعالج نفاياتنا من 2015. نعم. وجينا الرد انه انتم ما عاد لكم علاقه مضبوط بسكلين ولا باي شركه ستاتي بعد سكلين لانكم انتم عم تعالجوا نفاياتكم. نعم. ولكن بعدنا لليوم كل سنه من حصتنا بالصندوق البلدي المستقل بعضهم عم يخصموا لنا جمع النفايات، ونحن ما عم بيجمعوا نفايات، نحن عم نحل مشكله نفاياتنا، ما عاد فاتت ولا شركه اللي عندنا نحن. نعم. من 2015 وكل سنه ببعث لوزاره الداخليه يا جماعه انتم عم تخصموا علينا بعدكم جمع نفايات، ونحن اساسا عم نحن مسؤولين عن نفاياتنا، يعني عم يدفعونا حل مشكله النفايات مرتين، يعني نحن عم نتكلف مبالغ على معالجه النفايات وهن عم ياخذوا من حصتنا كمان بعضهم مبالغ، علما انه حتى لو ما عندنا معمل وعم بتيجي السيتي بلو تاخذ لنا نفاياتنا، نحن معفيين تشطب للبلديات الاتيه كل الديون المتوجبه عليها من خدمات النظافه عباي عند رفيل النعمه بعورتي وعرمون، وتعفى البلديات المذكوره من مستحقات خدمات النظافه. يعني اصلا نحن معفيين من 2012، بس انتم عم تدفعوا لحتى الساعه، وبعدهم لليوم عم يخصمون، وبنبعث لوزاره الداخليه وما حدا يعني اليوم بعبرنا. اليوم يعني ريس، نحن عايشين بمزرعه، نحن اذا عم نحكي مع بي عين درفيل، لانه انتم عندكم 91% عقاريا بعتقد المطمر عقاريا 91% عند ضمن 9% ببعورتي، والنعمه بس طريقه من النعمه وما له عليها. نعم. يعني هلا الاولويه هي التلزيم. هلا القصه وين؟ التلزيم هي اللي مسؤول عن هذا المشروع، هي شركه كهرباء لبنان. كهرباء لبنان عم بتحاول انه تتملص من القصة، وعم بتحولها لوزارة الطاقة، وعم بتحولها للموازنة وللدولة ولوزارة المالية. بس غاز الميتان ما بينطر موازنة وصحة الناس والخطر. Exactly. ما بينطر. هلا بكهرباء لبنان في عندهم هن بيقولوا اخذين سلفة خزينة 200 مليون منشان ما بعرف شو. مشان الفيول او غيره، مشان ساعد كهرباء لكل اللبنانيين. اللي عم بصير بالموضوع انه اللي مبين ال 200 مليون هدول عم بيرمموا فيهم المبنى اللي تاثر من انفجار البور. نعم. بس هيدا ابدا من ترميم المبنى تبعه، لانه يعني في خطر، وعم بيتهربوا من المسؤوليه، لانه كهرباء لبنان فيها تباشر فورا بحل المشكله، بس اذا حولونا على الموازنه وعلى الماليه وعلى وزاره الطاقه لتطلع الموازنه ليوافقوا عليها ولا ما بعرف شو، ليصير في مصاري وتروح العمليه بنكون متنا كلنا. فالقصه هي انه من المفروض هيدا الموضوع ينحسم باقرب فرصه، واللي مسؤول عنه هي كهرباء لبنان. هي تمسك، هي اصلا هي مسؤوله عنه، هي كانت مستلمته هيدا الموضوع اللي كان عم يعطينا كهرباء. كهرباء لبنان عم تاخذ الكهرباء من المطمر
تحولها على محطة المشرف، ومحطة المشرف كانت عم تعطينا بس ما كانوا عم يبعثوا لكم فواتير لأنه ما فيين. لا مجاني، هيدي مجاني، كنا ندفع اشتراك بس. بس انه الكهرباء مجاني لانه فيها قانون كمان. نعم. وعلى الانماء والاعمار موضوع الثاني الليتشي، الموضوع الثاني مجلس الغاز والاعمار غسلوا ايدهم كلهم من الموضوع، يعني لو ينفجر المطمر كان ما حدا قال لك انا مسؤول. طب ما كيف ما كيف ما في مسؤول؟ طيب يعني كانت السيتي بلو عم بتقول انا عم بعمل خدمه انه عم بفتح الغاز وعم بشعل الغاز وعم بشيل الليتشي، بايش بدي اعمل خدمه؟ وهذا الموضوع كان في اجتماع مع الدكتور وليد صافي عند استاذ اكرم شايب بالبيت، لما طلعنا لعنده نحن اللجنه كان موجود دكتور وليد صافي اللي هو ممثل الحكومه بمجلس الانماء والاعمار. نعم. بتعرفي نعم. قلنا له كيف يعني؟ طيب بدنا نفهم مين مسؤول بالنتيجه، انتم مسؤولين ولا السكليب مسؤولي او وزاره الطاقه مسؤولي، مين مسؤول؟ نعم. يعني إذا صار مشكلة بهالمطمر مين مسؤول؟ يعني رئيس معنا آخر، الحل موجود ولكن كلهم يتنصل من هذا الحل وتركين هالست قرى تتخبط بحالها. نحن عنا فاصل ومنتابع. متابع الحل عنا عبر الام تي في مع رئيس بلديه عبي عين درافيل بموضوع مطمر النعمه، ولكن كلنا بنعرف اقفل هذا المطمر، ولكن في موضوع اعاده التلزيم للكهرباء ولغاز الميثان اللي عم بشكل خطر كثير كبير على ست قرى بالمنطقه. معي على الخط ريس مباشره الشيخ منير الحلبي اللي هو عضو لجنه المتابعه. حضره الشيخ يعطيك العافيه. أهلين، مساء الخير. مساء الخير إليك ولضيفك الكريم كمان. شكرا. يعني أكيد تابعتنا وأكيد عم بتتابع كلجنة متابعة موضوع التلزيم، إعادة التلزيم لترجع الكهرباء بترجع وتستفيدوا كما هو يعني متفق عليه، ولكن اليوم لا كهرباء ولا حل لغاز الميثان وأنتم بخطر. يعني لكن بدي أحكي شغلة توصيف إنه اللي استحوا ماتوا، بس هودي جماعة لا عم بيستحوا ولا عم بيكنوا على حاله. نعم. عن جد يعيب الشون. يعني نحن قلنا سنة ونص كل ما نروح نطرق باب حدا بقل لي فلان واقفة عند فلان واقفة عند فلان بالسياسة، كله تراشق بالسياسة، عم بيبيعونا حكي. سنة ونص الناس إلا من 17 سنة عم تنضر بهذا المكب، هذا مش مطمر، هذا مكب أكبر مكب بالشرق الأوسط. يعني 220 بير بيولدوا 5000 طن غاز بالساعة، غاز الميثان خلي يروح أي خبير بيئي بيعطي نتائج قديش الخطر اللي عم بفوت على السرطان، بفوت على الراس بيضرب السرطان. عم بيقولوا لي بس 9 وفيات امبارح بعرمون، يعني مؤخرا مدام اذا بتجي على عضيعنا لهون بتشوفي الناس مئات المئات مئات الناس اللي توفت بمرض السرطان. عشرات العالم عم نروح نشتري لها ادويه سرطان ونترجى فلان وفلان لنقدر نامن الدواء. طب هيدي كارثه وما حدا عم يرد علينا. كل بيقول لك نحن عم نشتغل، خي وين عم تشتغل؟ شو عملت؟ سألنا شهر ونص عم نبرم عليهم واحد واحد حتى ما حدا يلومنا، واخر شيء بعثوا ورانا قياده الجيش وصلونا بالحرف انه محطه عرمون ممنوع تطفى، وصلونا بلغه انه نحن ممنوع نطالب بحقنا عشوائي. طب مين بده يرد علينا بالنهايه؟ بالنهايه نحن منا حقنا، نحن جماعه ميتين ميتين. إيه بس اهلنا وناسنا كلهم عم بتموت. بس حضره نحن الشيخ رايحين لمطارح كثير صعبه، وبتصور الكل اسعم نطلع نحن بنشكرك كمان على تستضيفينا وراح نطلع على كذا وسيله اعلاميه ونوصل صوتنا للناس. هودي مرعبين انه يحطوا القوى الامنيه بوجه العالم دائما، ودائما مرعبين على تركيب صفقاتهم. هذا المطمر كلفته بالسنه هذا توليد الغاز رفع ضرر عني وعن اهلي وعن الناس كلها هون بكلف مليون و100 الف دولار او مليون و200 الف دولار، بس لانه ما في مبلغ كبير وما فيهم يعملوا صفقه منه ماليه وارباح ماليه عم يتغاضوا عن الامر. بس لو بس لا سمح الله الف مره لو انفجر شو كان صار؟ لو انفجر ما راح يضل حدا سلمان. وانتم هلا تحت الخطر ولا من محبينهم، نحن لا مش راح نرضى اللي صار بمرفق بيروت يصير معنا هون ويرجعوا يبكوا على الاطلال ويتكاذفوا المسؤوليات. طيب. وزير البيئه بذرنا قال انا كيف الاهالي راضيه خيي، كيف الناس بعدها ساكته لهلق عن الضرر اللي قائم؟ ايه وهو قال بكل بساطه عم نسق مع الانماء والاعمار، ما بيقدر يعمل شيء اكثر من هيك وزير البيئه.
ما بيقدر، كلهم ما بيقدروا يعملوا شيء، كلهم عم بيضحكوا علينا من الاخر، كلهم عم بيبيعونا حكي. طيب كلجنه متابعه بلدتين اهالي اتفضلي. كلجنه متابعه اليوم يعني شو الخطوات التاليه؟ انتم اللي عم تلتقوا بالمعنيين وانتم نعم نحن عملنا المطلوب منا، رحنا عند الكل والكل صار عارف شو قضيتنا، نحن رح نطلع بس للراي العام اللبناني يعزلنا باي تحرك نحن رح نقوم فيه بعد شوي، يعرف نحن شو مصيبتنا، وين نحن واقعين، وين نحن لوين نحن واصلين. نحن بالايام القادمه بطلب من اثر رح اطلب اتواصل مع عبرك مع اهلنا وناسنا يعملوا التعبئه ويحضروا حالهم. نحن كمجتمع 150 ألف مواطن منوع من كل الطوائف، ما حدا يقول هذا الدردي نزل على الأرض بوجه الشيعي أو هذا السني بوجه كذا أو هذا موضوع إنساني. إذا هني بري يلعبوها بالسياسة وعم بيضلوا يلعبوها بوجه بعضهم ليوقفوا ملفات، واللي رحنا زرناهم وسمعنا منهم كلام خطير ومعيب، أنا بستحي أحكيه هون. فلان عم بيقول هيدي كيدية، أنا قصة فرصة بإيدي أضربه فيها لفلان وفلان العكس. نحن بطلب من أهلنا وناسنا يكونوا على أهبة الاستعداد. نحن ما ننزل نطالب بحقنا للأخير للرامق الأخير، وشو ما بده يصير يصير. نحن رايحين على شريعة غاب، نعم رايحين على شريعة غاب. وزير الطاقة اللي أسبوعين بتواصل معه، امبارح بالليل بيبعث لي سوري كل أسبوع بيقول لي ما في اجتماع معكم هذا الأسبوع لأسبوع اللي بعده. إذا هني عندهم أولويات مش رح نخلي طاقة بلبنان أصلاً ليكون عندهم شغل أولويات. وأنا بوعد الناس من هون، نحن علينا مسؤوليات نكون على الأرض نطالب بحقنا وبحق أولادنا. ما رح نرضى نحن نروح أشلاء بكرة ويجي فلان يعزي فينا وفلان يتصدق علينا والجمعية الفلانية تجبلنا. نحن حقنا منا إياه، كرامتنا فوق الكل، بناكل تراب وما بنقبل حدا يمس بكرامتنا وبحقنا. ما رح نرضى أولادنا وأهلنا يموتوا قدامنا والكل عم يتفرج علينا. الكل يكون جاهز، التعبئة لكل الأهالي وكل القرى يكونوا جاهزين المحيطة بالمطمر. والقرى الثانية أنا بطلب منهم ساعة، نحن منعوز ناس ثانيين رح نستدعيهم ويكونوا واقفين حسنا. يعني وقد أعذر من أنذر، وقد أعذر. وأنا رسالتي من هون للأجهزة الأمنية، لأنه كان الكلام واضح بوجهنا، رح أرجع عيد على الإعلام، هني مراعنين عليكم أنه توقفوا بوجهنا. نحن مش انتو عدوينا ولا انتو رح تكونوا بوجهنا، بس إذا انتو اخترتوا هذا الشيء هذا شأن يكون عم تحموا الفاسدين. وشفناكم بغير مطارح، يا بك توقفوا مع الضحية ومع الحق، يا انتو تحملوا مسؤولية نفسكم. وقد أعذر من أنذر، ولا يعنينا شو بيجد ومين فرقاني معه ومين سألان. بيجينا رسالة واضحة، هل محطة بتغذي القصر الجمهوري، بتغذي المطار، بتغذي قيادة الجيش، محطة عرمون. أنا محطة عرمون، وهي الفولتاج اللي بتغذي كمان على طوط التوتر العالي. يعني هي المحول الأساسي يعني إذا بدنا نقول 100%. إذا هن خايفانين تنقطع الكهرباء عند قائد الجيش أو عند رئيس الجمهورية أو على المطار ومش سألانين علينا، نحن مش سألانين حدا، حقنا منا إياه من نص قلبهم، من نص قلب الكل، أنا مش عم بستثني حدا. شيخ كلهم يعني وعود، كلهم عم بيوعدوا بس لحديت قصة ما في حدا نفذ شيء. دايما على الصحة والسلامة العامة، هيدي فوق كل اعتبار، فوق كل المصالح. إذا كانوا مواطنين صالحين فكيف بالأحرى مسؤولين، وهن يعني لازم يكونوا القدوة. إذا المسؤولين بدهم يعني خصوصا هلأ بمرحلة انتخابات ما ننسى، يعني كل واحد بده يجرب، بس اللي بدهم يعملوا منيح ينقذوا هذه المنطقة. عن جد عيب، عيب أكيد، عيب بحق الإنسانية. نحن مواطنين ملتزمين، هذا وفاء لأهل 20 سنة حملوا بلدكم، هذا وفاء لبيئة منطقة. وهلا حليتوا الزبالة انتم، يعني كمان حليتوا الزبالة بمبادرات شخصية وما اتكلتوا على الدولة. يعني أكثر من هيك إنه أنتوا حليتوا مشكلتكم، مشكلة النفايات يلي اليوم مخبط فيها كل لبنان، ومش على حساب الدولة. يعني الدولة ما عطتكم شيء، ما تربحكم جميلة. أهلا وسهلا فيك شيخ. ما عم بتطبق القانون، في قانون كهرباء 24/24 280 صحيح. يعني حكي عنه الرئيس غسان حمزة، وأنا بدي أشكرك شيخ. إن شاء الله يعني بيكون في تسريع بالتلزيم وإنقاذ الوضع، لأنه ما بقى بنقدر واحد يستمر تحت الخطر بهالظروف يلي كلنا عايشينه. رئيس أكيد كان واضح الشيخ منير الحلبي أنه بده يدعي للتعبئة العامة، وما رح تفرق معهم لأنه خطر على 150 ألف نسمة. يعني هيدي منا شغلة عرضية، منا شغلة عرضية إطلاقا. عم نحاول أنه ما نوصل للاصطدام، نعم، ولكن ما عم بردوا علينا. يعني ما مش عم هن كل عمرهم مش قابضين الناس، يعني مش قابضين الناس أنه يعني كل الحركات اللي صارت بالبلد، وبعدهم معتبرين انه هالشعب بعده غنم وبده يركض وراهم ويرجع يروح ينتخبهم، ويمكن
معهم حق، لأنه كما أنتم يولى عليكم يعني بكل أسف أنه وصلنا لهذه المرحلة، لأنه نحن ما رح نتعلم أساساً أنه بعد من بعد قبلنا، ولو ما صاركم 50 سنة عم تنتخبونا كفونا بعد كم سنة يعني، هيك 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 عم يعاملوا العالم يعني، صاروا أنه فهيدي مشكلة. أما حل مشاكل الناس، امبارح راحت مديرة المدرسة عنا، مدرسة الرسمية، نزلت على الوزارة، يا عمي نحن كانت البلدية عم تعطينا كهرباء، تعطل المولد تبع يعني ساعة المدرسة بلا كهرباء. طيب يا عمي بدي استأجر أنا مولد، أو بدك تحلوا لي مشكلة في عندي 300 تلميذ. قالوا لها ما فيك تستأجر مولد ولا عندنا حل، روحي دبري راسك. عرفتي كيف؟ والبلدية ما عندها إمكانية، إنه منين بتجيب البلدية؟ طيب شو البلديات شو بدها تلحق؟ وكل شيء بحملوه للبلديات، كل شيء بحملوه للبلديات، ومش بس هيك، وبقولوا لك ممنوع تدفعي أكثر من 30,000 ليرة للعامل المياوم. 30,000 ليرة يعني دولار، مين بده يشتغل بدولار بعد اليوم؟ وممنوع أصلاً نحن كبلديات، نحن بعد شهر ونص مننتهي، بعد لحد هلا ما طلعوش قانون بدنا نسكر البلدية تروح على بيتنا، ولا بدي يمددونا. بعدين مين قال له نحن بدنا نمدد؟ نحن مانا موظفين عندهم، واللي عم بيدفعوا لنا اياهم تيجي ياخذون. انا صار لي 10 سنين رئيس بلديه، مش اخذ قرش من البلديه، بعدي بصرف على البلديه لليوم. وبيجي بيقولوا لك بلديه، اي شو بدها تعمل البلديه؟ ليش اي بلديه مع مصاري اساسا لحتى تصرف على والمكلف اليوم يعني قديش بده يدفع يفتح؟ كيف عندك الجبايه؟ مين عم يدفع اليوم جبايه؟ الناس بدها تاكل، الناس بالقرى بدها تاكل، بدها تدفع. شو عملتوا بالمازوت؟ مزود نفس الشيء اليوم، لو بتفضل قديش تنكة المزود اليوم؟ اليوم طلعت منيح. كيف بده المواطن ب 400,000 ليرة يشتري تنكة المزود؟ وتنكة البنزين 400,000. أو البلدية كيف بدها تضوي للعالم؟ نحن عم نضوي، شو بدنا نعمل؟ عم نضوي بس العالم بقى ايش فيها تدفع؟ مليون ومليون ونص ومليونين فاتورة كهرباء صارت. فاتورة الموتور ما فيش عندكم كهرباء. فاتورة الموتور مش كهرباء، يا ريت كهرباء. فتصوري انه وما عدا وكله قتلين حالهم وعم يعملوا انتخابات نيابية، أنا ماني فاهم هالشعب كيف بعده. هلأ لازم يعرف الشعب هيدي، هلأ أني يعرف مين بده ينتخب ومين لازم ينتخب. التغيير ببلش من قرار الناس، يعني كما أنتم يولى عليكم، أنتوا شو بتختاروا؟ هذا اللي فحص الامتحانات صار طالعين رسومة على فحص الامتحان للتلميذ المدارس الرسمية والمهني. طب يا عم كيف تتقطع معهم يعني؟ ما بعرف يعني رئيس. هلأ أنتوا عندكم شي وعد معين هيك جدي؟ متكلين على شي وعد جدي يعني؟ دولة الرئيس مئاتي مؤخراً ولا شي، كله وعود شاطرين كلهم بالوعود. تكرموا معكم حق، وهذا شي لازم يتساوى، ولازم ولازم ولازم، ولكن على الواقع ما فيه الحل. هو أنه كهرباء لبنان تستلم هذا الموضوع، وهذا بده قرار، بده قانون، بده أمر من مين؟ ما بعرف، من رئيس الوزارة، من وزير الطاقة لكهرباء يعني لبنان. إذا الشيخ عم بيقول عم يطلب من معالي وزير الطاقة موعد لامبارح لرد عليه وبعد ما أعطاه الموعد. مصبوط، صرنا 3 جماع نحن عم نحاول أنه ناخذ موعد منه لوزير الطاقة، وحكينا مع النواب انه يعني ياخذوا لنا موعد اللي هن بيعرفوه او مقربين له، وبعدهم بياخذوا لنا موعد. فالمشكله انه الموضوع ما له الا حل واحد، كهرباء لبنان تستلم هذا الموضوع، لانه هذا من اختصاصها، وهي كانت عم تامن الكهرباء، وهي كانت عم تجي لعنا. وماذا عن مجلس الانماء والاعمار بموضوع مجلس الانماء والاعمار؟ هو مسؤول عن موضوع الليتشي والغاز اللي لحد هلا انتبه، بعد ما في اي عقد ولا اتفاق مع حدا، بعدهم هيك عم بروحوا ساعة اللي بدهم ينفسوا الغاز ويشيلوا الليتشي. بس ما في قانون بيحكمهم. بس الليتشي كان يروح على ما في عقد، يعني لازم ينعمل عقد مع حدا كمان. طبعا عقد صيانة للمطمر غير الكهرباء. صيانة مطمر، اذا مطمر في صيانة، هيدا خزان غاز. والأخطر من هيك انه هالليتشي عم بتروح على البحر،
بتروح على البحر اللي شيء ايه بكبوها بالغدير. يعني شو يعني ما عم تتكرر الغدير يعني هي محطة التكريم بس هي محطة التكريم بفوتوا بروح بيضروا براس عمرها 100 سنة محطة التكريم الغدير شو عم تكرر يعني عم نرجع نلوث البحر كمان كل مجاري لبنان بتروح على هالمحطة شو بدها تعمل. على كل حال أنا بدي أشكر حضورك معنا رئيس بلدية عبي عين درفيل الأستاذ غسان حمزة، بدي أشكر كمان حضرة الشيخ منير الحلبي وكل الأصدقاء المشاهدين اللي تابعونا، وأكيد هال 150 ألف مواطن لبناني اليوم بانتظار همة المسؤولين اللبنانيين لأنه بالنتيجة هن تحت الخطر وبيناشدوا كل مسؤول بهالدولة بيعتبر حاله مسؤول أنه ياخذ القرار أولاً لكهرباء لبنان أنه تستلم موضوع الكهرباء تأمن الكهرباء كما جاي بالقانون 280 وأيضا على الإنماء والإعمار أنه يلزم موضوع الليتشي وموضوع الغاز الميتان لأنه حدا بقول عايش بين الغاز يعني والتلوث موضوع واحد يعني موضوع واحد متكامل مشكلة واحدة بس قصمين يعني أصمين. بس ما هي نفس القصة يعني مشاهدينا بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الـ MTV إلى اللقاء.